السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفة جديدة. الوصفة تاع اليوم تبع الوصفة اللي كانت سابقة، هي الوصفة تاع الخبز تاع الشاورما ولا لو بان تاكوس. هذاك الخبز اليوم نخدم به اون سورت دو بيتزا ولا اون غاليت اللي حنطيبوها في الفوق. بزاف بنينه وحتعجب بزاف ولادكم. تبعوني. المقادير للوصفه ديالنا تاع اليوم هي زوج حبات طوماطيش ايكرازي ولا بوري دو طوماط، هنا نسحق زوج بصلات غابي، 250 غرام ولا نص رطل ديال فيوند هاشي، زوج حبات فلفل، هنا درت حمراء وخضرة. اللي يحب يدير لو بيمون ولا الفلفل الحار يدير فلفل الحار. هنا نص ربطة معدنوس، مغرفة تاع قهوة ملح والملح يكون اختياري. هنا عندي الزيت حوالي نص كاس ديال اتاي. هنا عندي ليزيبيس، نص مغرفة فلفل كحل، نص مغرفة فلفل كحل، مغرف ديال قهوة كمون، ومغرف كبير ديال فلفل احمر. نجيب ان سلاطجي هكذا، نجيب البصل ديالنا، نجيب طوماطيش، نزيد لا فيوند هاشي، نزيد الفلفل ديالي، المعدنوس، ندير الملح، الزيت، البهارات ولا ليزيبيس. نخلط كلش بيدي هكذا، اللي يحب حار يزيد له الحار، انا عندي دراري ما نديرلوش الحار. نجيب مقلاة ونحط فيها كامل المكونات هكذا، دوك نروح نحطها تطيب على نار هادية. نشعل على النار، نجيب المقلاة ديالي، ندير عليها غير في العقل، ونخليها تطيب على نار هادية. نجيب نخلطها شوية هكذا باش يطيبها يكون كاع كيف كيف. هذاك البصل بدا يتلق لنا الماء ديالو مع الطوماطيش، راح يطيب غير في الماء تاع البصل ولا الطوماطيش. ماكسيموم نزيدو له ربع كاس ديال الماء، انا هنا ما زدتلوش. هكذا نخلطوها شفافة، نجيب لا كريم ليجير ولا كريمه الطازجه، ونخلطها. خلوها تطيب على نار متوسطة،
حوالي 5 دقائق ونطفي عليها. هنا طيبها يكون ساهل بس كلش مرحي، كلش يدوب لنا بالخف وكلش يطيب بالخف. كما راكو تشوفو من بعد ما شفتها قطعت لي نطفي عليها. دوك نجيب لي طاب واحده اخرى وين حنصفي هاد لاصوص. نجيب صفايه هكا ونجيب عسل هادشي وين نقدر نصفيها. نجيب هاديك لاصوص ولو غاست نحطو داخل سلاطي ونكمل كاع لاصوص ديالنا هكذا. هكذا لحقت اللافان ديالي نصفيها بيان وما فيها والد الا راح خليتو فيها شويه لوجو. هكذا هذا الخليط ديالي لافارس وهذا لوجو. الا شفتو عندكم بزاف لوجو تقدروا ترجعوه داخل المخلاط ما حندير دوكا وتخلوها تعقد لكم شويه. من بعد ما عقدت لي هذيك لاصوص نجيب ونعاود نحطها داخل السلاديه هكذا. دونك نشوفوا فيها رجعت لي غير شويه. هنايا نخليها تبرد ابخي نخدمو. من بعد ما حضرت كل شيء هذيك لاصوص طيبتها وصفيتها نحيت لها لوجو لا غروند بارتي وهذا الخبز شاورما ولا خبز لو بانتاكوس اللي طيبته معكم المره اللي فاتت كما راكم تشوفوا. دوكا نجي نخدم البيتزا ديالي. نجيب سنيوه un papier cuisson هكذا. نجيب وحده كما راكم تشوفوا ونزيد نجيب لاصوص ديالي. يجبي لي طاي هكذا. مور ما كملت طليتهم كاع يديك نجيب وحده اخرى نعاود نفس الشيء هكذا. نزيد الطبقه الثالثه هنا الخبز ديال الشاورما ديالنا نقدروا نشروه لما كانش عندنا الوقت باش نطيبوه. الا حبيتوا تطيبوه نخلي لكم الوصفه في صندوق الوصف. نزيد الطبقة الرابعة هنا شوية صغيرة هاد الخبزة لما فيها والو تتغطى بالاخرى. هنا تقدروا تخدموا على حساب شحال عندكم لاصوص ديالكم. عندكم لاصوص كبيرة تكون عالية كبيرة، تكون لاصوص صغيرة تكون عالية تكون مشي عالية هكذا. هاد لا روسيت تشبه لا روسيت تاع لي لازان. هكذا
دوك نجيب الطبقه ديالي الاخر. هنا راني درت 5 طبقات. زدت الحبه بيض وندرب كلش مليح. هذا بدا يخلط. ونجيب لا بيتزا ديالي ونحطها. سمحوا لي ندير لكم هكا باش تشوفوا هكذا من الفوق. حتمد لها ان تري بون غو. اوكي طيب حتجمد لنا هذيك الحبه تاع البيض ما ميسيح لكم على لي كوتي سي با غاف. هكذا كيما راكم تشوفوا. دوك نجيب ندير من الفوق فرماج غابي. اللي حبة تستغنى على الفرماج غابي تقدر ما ديرلوش. وهنايا التزيين يكون اختياري، لكن هاد لاصوص فريمون هايله والبنه فيها ما شاء الله. طيبوها ورجعوا لي بالخبر ان شاء الله. هكذا هنا درت الفور ديالي يسخن على 200 درجه. نحطها تنشف لي برك وهذاك لو فرماج يدوبلي ونعاود نحيها حوالي 10 دقائق لخاطرش كلشي طايب. لاصوص طايبه، لاباط طايبه. دونك مازال لي غير تنشف لي شويه وهذيك الحبابه تطيب لي والفرماج يدوبلي ابري ونعاود نولي لكم. مور ما طابت لنا لا بيتزا ديالنا وتحمرت لنا، هي طبقات كما راكم تشوفوها. تقدروا تاكلوها افيك كين سالاد. الدراري يموتوا عليها. سي ان روبا ايديال بور لا فامي. وكما راكم تشوفوا الا عجبتكم ديروا لي ان لايك. اللي عنده اي طلب او اي استفسار يقدر يبعث لي في لي كومونتير. اللي ما راهوش ابوني يابوني وما ينسانيش. ميرسي، بقاو على خير.